باعتبار ماذا؟ باعتبار أصله، وإنما منشأ الشبهة النقل. شوف شوف العلماء يرد على رسول الله يقول له أنتم لستم هناك، ليس هذا عشك فادرج، روح اجري العب، أنت لا تفهم. وإنما منشأ الشبهة النقل. بمعنى ماذا؟ سأشرح. ولذلك شمس الأئمة السرخسي إمام الأحناف في وقته صاحب المبسوط، شمس الأئمة له أصول، أصول فقه مشهورة، أصول السرخسي تعرف بأصول إيه؟ السرخسي. في أصوله ماذا قال؟ قال: وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفيد العلم، يعني نقطع أيها الإخوة على غيبه، نأخذ منه عقيدة، نأخذ منه إيه؟ علماً جازماً. باعتبار ماذا؟ باعتبار أصله، وإنما منشأ الشبهة النقل. شوف شوف العلماء يرد على رسول الله يقول له أنتم لستم هناك، ليس هذا عشك فادرج، روح اجري العب، أنت لا تفهم، لا تفقه شيئاً، أنت تتكلم بلغة العامة، ليس هذا طريقة ولا منهج العلماء المحققين. شوف المحقق الكبير بسطر واحد حسم النزاع، قال: حديث رسول الله يفيد العلم، نقطع على غيبه، باعتبار ماذا؟ باعتبار أصله، وإنما منشأ الشبهة النقل. بمعنى ماذا؟ سأشرح. بمعنى أننا لو فرضنا أو افترضنا أن أحدنا يشافه رسول الله ويتشرف بمواجهته وسمع منه شيئا، هل يلزمه اعتقاد أيها الإخوة لازم ما سمع أو دلالة مدلول ما سمع؟ طبعا. لو النبي أخبرك عن أي قضية فأنت لابد أن تعتقد بهذا تماما كما تعتقد إيه؟ بمدلول آية قرآنية مباشرة، إذا طبعا إيه؟ كانت الدلالة واضحة نصية، إذا فيها اشتباه هذا شيء آخر. لماذا؟ لأن هذا النبي، ما تقول لي هذا نبي يعني مش قرآن، نفس الشيء، فالقرآن جاءك عن طريق رسول الله، والنبي لا يتزيد بحرف واحد على رب العالمين. ولو تقوى عينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم رقطعنا منه الوتين، حاشا. ولكن فرق كبير يقول السرخسي بين صاحب، نحن خلاص لسنا أصحاب انتهى، هذا ما فيه أمل، بين صاحب يشافه الرسول أو يسمع من الرسول مباشرة، وبين رجل يأتيه الحديث عبر النقل، روى البخاري وروى الطبراني وروى أحمد، فرق كبير يا أخي. فلا تقول لي يفيد العلم يفيد القطع، نقطع على غيبه، النبي قال، لا يقول هذا عالم. سألوا حافظ الإسلام ومجدد هذا الدين، على الأقل مجدد علم الحديث على الأقل في عصره، الحافظ العراقي رحمة الله تعالى عليه، شيخ ابن حجر العسقلاني، هذا شيخ الشيوخ، هذا له ألفية، له ألفية في علم الحديث، ذكر فيها أيها الإخوة أن مقصود العلماء بأن هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف إنما هو باعتبار الظاهر، باعتبار ظاهر الأمر، بحسب مناقشة الأسانيد والمتون، يعني ترجح لدينا غلب على الظن أن هذا حديث صحيح أو ضعيف، لكن لا القطع في واقع الأمر، قد يكون ما ظننته أو رجحته ضعيفا صحيحا في واقع الأمر، لكن بطريقة النقل طلع إيه؟ عندك تحصل لديك أنه ضعيف، والعكس صحيح. وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع والمعتمد، هكذا يقول في ألفيته رحمة الله تعالى عليه، يقول: وبالصحيح والضعيف قصدوا، ضمير إيه؟ إيش قصدوا؟ العلماء، يعني علماء الحديث، العلماء الكبار الحفاظ والمحدثون الأجلاء قصدوا أن هذا صحيح وهذا ضعيف في ظاهر لا القصد والمعتمد، عفواً لا القطع والمعتمد، لا القطع والمعتمد. شارحه الإمام الحافظ السخاوي في فتح المغيث، وعلى فكرة شرح الحافظ العراقي على ألفيته أيضاً اسمه فتح المغيث، لكن فتح المغيث للسخاوي أوسع، من أوسع كتب الحديث دراية، شرحه على النحو الذي وضحته لكم باللغة المفهومة، قال هذا هو المقصود، أنه صحيح بحسب الظاهر، لكن هل هو صحيح في واقع الأمر؟ الله وحده يعلم ذلك، فقد لا يكون النبي قال هذا ولا خبر له به، لكن بحسب قواعد النقل نحن رجحنا غلب على أنه صحيح، هذا الفهم. فلا تقول لي رد على رسول الله وتفكك في إيمانه وفي دينه، هذه جهالة غليظة،
افتئات. فأبو الحسن الدارقطني كان من هؤلاء. الإمام أيها الإخوة أبو علي الغساني الجياني، جيان بلدة في الأندلس، الإمام العظيم صاحب الكتاب الضخم تقييد المهمل، استل من هذا الكتاب من تقييد المهمل كتابان فيهما تنقيدات الإمام الغساني الجياني على البخاري وعلى مسلم. كتاب التنبيه على الأوهام الواقعة في المسند الصحيح للبخاري لأبي علي الغساني الجياني، إمام من أئمة الحفاظ العظام. التنبيه على الأوهام الواقعة في المسند الصحيح لمسلم للإمام الغساني الجياني. إذا ليس فقط ابن عمار الشهيد وليس فقط الدارقطني، الإمام الغساني الجياني ألف هذين الكتابين وهما جزءان من كتابه الكبير تقييد المهمل، ينتقد فيهما البخاري ومسلم في أحاديث. الفوائد المجموعة، الفوائد المجموعة المرفوعة في تبيان أو بيان الأحاديث المقطوعة الواقعة في صحيح مسلم، في صحيح مسلم كتاب آخر. أما الأئمة الذين تكلموا في تضعيف أحاديث في الصحيحين عبر العصور لعله لا يحصيهم إلا الله، ومنهم البخاري ومنهم مسلم ومنهم أحمد ومنهم يحيى بن معين ومنهم شيخ البخاري علي بن المديني ومنهم ابن خزيمة وابن عبد البر والبيهقي والحاكم وابن رجب وابن تيمية والذهبي وابن القيم وابن حزم رحمة الله عليه الذي قطع بأن في الصحيحين أحاديث موضوعة كما قال الحافظ العراقي، قال ابن حزم قطع جزم ورد عليه ذلك أن في الصحيحين أحاديث موضوعة، ممن قطع أيضا بأن في الصحيحين موضوعات أحاديث موضوعة لا تصح البتة آخر حفاظ هذه الأمة الحافظ الكبير الإمام العلم أبو الفيض أحمد ابن الصديق الغماري رضوان الله تعالى عليه، هذا آخر حفاظ هذه الأمة، كان حافظا حقيقيا ليس محدثا، حافظا موعبا آية من آيات الله، متوفى سنة 1380 للهجرة قبل زهاء 50 سنة، وهو أخو وشقيق الحافظ الكبير أيضا والعلامة والفقيه والرجل الرباني الحافظ عبد الله ابن الصديق الغماري المتوفى سنة 1413 للهجرة قبل زهاء 17 سنة أو 19 سنة 20 سنة تقريبا. هكذا